أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس ديالنا اليوم غادي نتعرفوا على المسائل اللي كتهم المعاملات التجارية، البيع والربح والخسارة. إذا غادي تتابعوا معنا جميع، ولكن قبل غادي نصحوا التمرين اللي كنت عطيتكم باش تنجزوا في الحلقة الفايتة. إذا غادي نشوفوا التصحيح ديال المسألة. إذا بالنسبة للمسألة كنا قلنا بأن عائشة أرادت أن تخيط قفطانا فاشترت ثوبا بمبلغ 350 درهما وقامت بتطريزه بمبلغ 220 درهما ودفعت مبلغ 560 درهم للخياط. إذا المطلوب أنكم تحددوا ثمن الشراء، ثمن التكاليف، ثم ثمن التكلفة. إذا بالنسبة للثمن ديال الشراء، إذا بشحال شرات فاطمة الثوب؟ يلا مينا. 350 درهم. نعم، إذا 350 درهم هو ثمن شراء الثوب. الآن بغينا نعرفوا ثمن التكاليف. إذا كنا شفنا بأن ثمن التكاليف هما المصاريف اللي كنصرفوا من بعد ما كنشريو هذيك المسائل. مثلا دابا شريت الثوب شحال صرفت عليه؟ هي التكاليف. إذا حددي لي دابا التكاليف. 22. إذا عندنا 220 درهم تطريز، إذا طرزاته ب 220 درهم وباش خيطاته ب 560 درهم. إذا 220 درهم زائد 560 درهم، إذا هذاك المجموع هو تكاليف.